أعزائي المشاهدين سعودة موقع، أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حملتها الإعلامية التوعوية تحت شعار تعويضك مضمون، وذلك بهدف تعزيز دورها في رفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاهها. وتعمل الهيئة من خلال هذه الحملة إلى نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة. ومن هذه الرسائل توضيح مراحل تقديم الشكوى على الخدمة المقدمة، حيث يعقل المستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية مشكلته أو شكواه خلال 10 أيام عمل أو لم يقتنع بالحل. كما تتناول الحملة حق المستهلك في استمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع، بالإضافة إلى تعويضات المستهلك من خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال أخفض مقدم الخدمة في تحقيقها. وتوضح أيضا الحالات التي يحظر فيها فصل الخدمات الخدمة الكهربائية لعدم السداد، كذلك عدم قيام مقدم الخدمة بفصل التيار إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة عن الهيئة. وأوضحت الهيئة أن الوسائل التي تمكن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة لهم، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800-125-9000 أو من خلال حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.ecra.gov.sa. برأيي أن الجهات الحكومية في المملكة قد نجحت في تطوير مفهوم حماية المستهلك، من بينها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وزارة التجارة، ومصنع العربي السعودي سامة، عبر البوابة الإلكترونية سامة تهتم، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى. ولكن ولكي تأتي هذه الجهود بأكلها وثمارها، يتطلب من المستهلك الحرص على معرفة حقوقه وفي نفس الوقت الالتزام بمسؤولياته وواجباته تجاه مقدمي الخدمات في القطاع الخاص والعام على حد سواء بوضوح الحكومة.